ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من برنامج الدرس 51، والكتاب المقروء فيه هو رسالة في بر الوالدين للعلامة السبكي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة علي بن عبد الكافي ابن علي السبكي القاهري، يكنى بأبي عبد الوهاب ويعرف بتقي الدين، وآل السبكي جماعة من أهل العلم، فإذا قيل التقي السبكي كان هو المراد من بينهم. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد غرة سفر سنة 83 و600، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 3 من جمادى الآخرة 56 و700. وله من العمر 73 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة اللطيفة هو رسالة في بر الوالدين. المقصد الثاني بيان موضوعه، رام المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة بيان حدود طاعة الوالدين، المقصد الثالث توضيح منهجه. إن أبرز شيء يتجلى في هذه الرسالة هو ما وصف به المصنف رحمه الله من شفوف نظره وحسن فقهه وجودة استنباطه، إذ اشتملت على تفصيل حسن في مسائل تتعلق بهذا الشأن، تكشف عن مبلغه مما ذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
قال العلامة تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى: مسألة الذي أراه في بر الوالدين وتحريم عقوقهما أنه تجب طاعتهما في كل ما ليس بمعصية، ويشتركان في هذا هما والإمام، أعني الخليفة وولي الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ما لم تؤمر بمعصية. ويزيد الوالدان على الإمام بشيء آخر، وهما أنهما قد يتأذيان من فعل أو قول يصدر من الولد وإن لم ينهياه عنه، فيحرم عليه ذلك لأنه يحرم عليه كل ما يؤذيهما بخلاف الإمام. وكذلك إذا تأذيا بترك قول أو ترك فعل منه وجب عليه فعله لرضاهما وإن لم يأمراه به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الأصل الكلي المحيط ببر الوالدين وعقوقهما، فبين رحمه الله أنه تجب طاعة الوالدين في كل ما ليس بمعصية، فكل ما كان من هذا الجنس فإن طاعة الوالدين فيه واجبة، والمعصية تكون بأحد شيئين اثنين: أحدهما ترك واجب مأمور به، والثاني فعل محرم منهي عنه. فإذا طالب الوالدان ابنهما بترك واجب مأمور به أو مواقعة محرم منهي عنه، حينئذ امتنعت طاعتهما، وما عدا ذاك فإنه تجب الطاعة لأمرهما. قد نبه المصنف رحمه الله تعالى أنهما يشتركان في هذا الأصل مع الإمام وولي الأمر، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع ما لم تؤمر بمعصية، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن طاعة ولي الأمر في أمره عامة ما لم يشتمل ذلك على فعل معصية ترجع إلى أحد الأمرين اللذين سبق ذكرهما. واختص الوالدان بزيادة على الإمام، وهما أنهما قد يتأذيان من فعل أو قول يصدر من الولد وإن لم ينهياه عنه، فيحرم عليه ذلك لأنه يحرم عليه كل ما يؤذيهما بخلاف الإمام. فلو أن الابن كان من عادته أن يأتدم بثوم أو بصل وكان يكرهان ذلك منه، فإنه يحرم عليه ذلك لأن هذا من جملة ما يؤذيهما، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن إيذائهما، كما أن الشرع نهى آكل البصل والثوم عن أذية عباد الله عز وجل من المصلين والملائكة، فمن هذا الجنس إذا كان ذلك يؤذي والديه أو أحدهما فإنه يحرم عليه هذا. وكذلك إذا تأذي منه بترك قول أو ترك فعل فإنه يجب عليه أن يفعله لرضاهما وإن لم يأمراه به. فمرد الأمر هنا فيما وراء ذلك مما يزيدانه على الإمام أنه يحرم كل ما يؤذيهما وإن لم ينهي عنه، ويجب كل ما يرضيهما وإن لم يأمراه به. وإذا أمراه بترك سنة أو مباح أو بفعل مكروه فالذي أراه تفصيل، وهو أنهما إن أمراه بترك سنة دائما فلا يسمع منهما، لأن في ذلك تغيير الشرع، وتغيير الشرع حرام، وليس لهما فيه غرض صحيح، فهما المؤذيان أنفسهما بأمرهما بذلك. وإن أمراه بترك سنة في بعض الأوقات فإن كانت غير راتبة وجب طاعتهما، وإن كانت راتبة فإن كانت لمصلحة لهما وجبت طاعتهما، وإن كانت شفقة عليه ولم يحصل لهما أذى بفعلها فالأمر منهما في ذلك محمول على الندب لا على الإيجاب، فلا تجب طاعتهما، فإن علم من حالهما أنه أمر إيجاب وجبت طاعتهما. وما في البخاري من أن أمه نهته عن حضور العشاء في جمع من أن أمه إن نهته صادقا وما في البخاري من أن أمه إن نهته عن حضور العشاء في جماعة شفقة لم يطعها، إما أن يحمل على عدم الإيجاب لقوله شفقة، وإما أن يحمل على أن المراد على الدوام،
لما قلناه من تغيير الشرع، وتغيير الشرع حرام. وإذا كان ماله أو سكنه حلالا صافيا عن الشبهة وأمراه أن يأكل أو يسكن معهما وفيما يأكلانه أو يسكنانه شبهة وجبت طاعتهما، كما قاله الطرطوشي، لأن مخالفتهما حرام والورع ليس بواجب. وإن نهياه عن الصلاة في أول الوقت فإن كان على الدوام لم يسمع منهما لأن فيه تغيير الشرع، وإن كان في وقت وجبت طاعتهما كما قاله الطرطوشي، وهو دون حضور الجماعة والسنن الراتبة، لأنه صفة لا مستقل. لما بين المصنف رحمه الله تعالى الأصل الكلي لطاعة الوالدين، وسلف أن عرفت أن الوالدين يؤمر بطاعتهما ما لم يشتمل ذلك على معصية، وعرفت أن المعصية ترجع إلى أحد شيئين، هما ترك واجب مأمور به أو فعل محرم منهي عنه، فإنك تفهم من هذا أن دائرة الواجبات والمحرمات خارجة عما ينبغي تحقيقه في أمر طاعتهما، فإن أمر الواجبات الشرعية والمحرمات الشرعية لا يقبل فيه قول أحد كائنا ما كان، لا الوالدين ولا ولي الأمر ولا غيرهما، لأن طاعتهم في ذلك معصية لله عز وجل، والعبد مأمور بطاعة الخالق قبل طاعة المخلوق، وإنما يؤذن بطاعة المخلوق إذا لم تكن منازعة لطاعة الخالق سبحانه وتعالى. ومن هنا انحصر القول فيما ينبغي تحقيقه من أمر طاعتهما في فعل المستحبات وترك المكروهات وإتيان المباحات. ولهذا بيّن المصنف رحمه الله تعالى ذلك، فقال رحمه الله تعالى مبينا ما يتعلق بأمره بترك السنة، قال: إن الصواب في ذلك التفصيل. والتفصيل الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى، وهو الذي تدل عليه الأدلة، أنه فرق رحمه الله تعالى بين حالين: الحال الأولى أن يأمر بترك السنة دائما، والحال الثانية أن يأمر بتركها في وقت دون وقت. فأما الحال الأولى وهي إن أمراه بترك سنة دائمة، فاختار المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يسمع منهما ولا يطاعان في ذلك، وعلل هذا لأن فيه تغييرا للشرع، وتغيير الشرع حرام. وأكمل من هذا الوجه الذي علل به ما ذكره الشاطبي في الموافقات، من أن إدمان ترك السنة يدل على وهن العبودية وضعفها، ولهذا فإن المعروف في مذهب الشافعي وأحمد أن من أدمن ترك الرواتب لم تقبل له شهادة، فالتعليل بهذا أولى، لأن إدامة ترك السنة يفضي إلى رقة دين التارك، والعبد مأمور بحفظ دينه، فالأظهر أنهما لا يطاعان في ذلك، إما لأجل العلة التي نبه عليها الشاطبي وهو أكمل، أو لأجل العلة التي ذكرها السبكي، والجمع بينهما حسن. والسبكي نظر إلى مأخذ ظاهري، والشاطبي نظر إلى مأخذ باطني. والحال الثانية أن يأمراه بترك السنة في بعض الأوقات، وقد فصل المصنف رحمه الله تعالى في ذلك، ففرق بين نوعين من السنة. النوع الأول أن تكون السنة غير راتبة، والنوع الثاني أن تكون السنة راتبة. وفي النوع الأول وهو كون السنة غير راتبة، ذكر رحمه الله تعالى أنه يجب طاعتهما،
وأما في النوع الثاني وهو إن كانت السنة راتبة فذكر أنه إن كانت لمصلحة لهما وجبت الطاعة، وإن كانت شفقة عليه ولم يحصل لهما أذى بفعلها فطاعتهما مستحبة. إلا أن يعلم من حالهما الإيجاب، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أكمل فقها وأحسن استدلالا ممن أطلق استحباب طاعتهما في الأمر المتعلق بالسنة كابن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في البخاري عن الحسن البصري رحمه الله تعالى من أن أمه إنهته عن حضور العشاء في جماعة شفقة لم يطعها، فذكر رحمه الله تعالى معنى هذا الأثر لقوله إما أن يحمل على عدم الإجاب لقوله شفقة، فإن الشفقة من الأم لا توجب عليه ترك حضور العشاء في الجماعة، لأن الأصل في شفقتها أنها تبدي ولا تلزم، وهذا بناء على مذهب المصنف وهو مذهب الشافعي في كون صلاة الجماعة سنة مؤكدة. أما من يرى وجوب صلاة الجماعة فإنه لا يحمل هذا القول من الحسن إلا على الوجوب وأنها لا تطاع في معصية الله عز وجل. ويمكن حمله على معنى ثان ذكره المصنف في قوله وإما أن يحمل على أن المراد على الدوام لما قلناه من تغيير الشرع، وتغيير الشرع حرام، يعني أن يحمل قوله هذا على أن تطلب منه ترك صلاة الجماعة وهي في مذهب الشافعي سنة مؤكدة، فيكون هذا من جملة طلب ترك السنة دائما. وقد تقدم في كلامه التعريف بأن المطالبة بترك السنة دائما هو تغيير للشرع وتغيير الشرع حرام. ثم ذكر رحمه الله تعالى من متعلقات هذه المسألة ما إذا كان الولد في مال أو سكن حلال خال من الشبهة، فأمره الوالدان أو أحدهما أن يأكل أو يسكن معهما وفيما يأكلانه أو يسكنانه شبهة، فحينئذ تتعين طاعتهما كما قاله الطرطوشي في كتاب بر الوالدين، لأن مخالفة أمرهما حرام والورع ليس بواجب، فإن الورع مستحب يندب إليه ولا يلزم العبد، وطاعة والديه بإجابة أمرهما واجب فهو الأصل كما تقدم، فحينئذ يجب عليه أن يطيعهما ويحرم عليه مخالفتهما، وتبرأ ذمته من مواقعة الشبهة لتعلقه بأصل أوثق من طلب دفعها. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة ثانية وهي إن هياه عن الصلاة في أول الوقت، وبين حكم ذلك بالتفريق بين دوام الطلب أو وقوعه في وقت دون وقت، فإن كان على الدوام لم يطعهما لأن فيه تغييرا للشرع وتغيير الشرع حرام كما ذكر المصنف، وأما إن كان في وقت دون وقت
فإنه تجب طاعتهما، وهو تابع فيما ذكر للطرطوشي المالكي صاحب كتاب بر الوالدين. ونبه المصنف رحمه الله تعالى أن نهيهما عن الصلاة في أول الوقت دون حضور الجماعة والسنن الراتبة، وعلل ذلك بقوله لأنه صفة لا مستقل، يعني أن الصلاة في أول الوقت أمر يتعلق بموصوف وهو الصلاة، فهو وصف من أوصافها وليس أمرا مستقلا خارجا عن حقيقة أدائها، بخلاف حضور الجماعة فإنه أمر زائد عن أدائها، وكذلك ملازمة السنن الراتبة. وقد أعرض المصنف رحمه الله تعالى عن تتميم البحث الذي ذكره، وكأنه عنده ملحق بما سبق، فإنه قال في صدر كلامه: وإذا أمره بترك سنة أو مباح أو بفعل مكروه، ثم بين حكم السنة على التفصيل ولم يذكر بقية القسمة الثلاثية. فأما ترك المكروه فإنهما إن أمراه بترك مكروه فتتعين طاعتهما إن كانا يتأذيان به، لأنه يحرم أذيتهما بقول أو فعل، فإن كانا لا يتأذيان بذلك فإنه يستحب له تركه، لأن النهي حينئذ منهما محمول على الندب لا على الإيجاب. والدليل على حمله على الندب منهما أنهما لا يتأذيان بصدور ذلك الفعل منه، لكن إن علم من حالهما طلب الإيجاب في ترك المكروه فإنه تجب عليه طاعتهما. فالقول في هذه المسألة نظير القول في أمرهما بترك سنة راتبة في وقت دون وقت لمصلحة لهما التي تقدمت. أما المباح إن طالباه بتركه أو بفعله فإنه تجب عليه الطاعة، كما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو عنده مشروط بعدم حصول الضرر، فإذا كان الابن يتضرر بفعل المباح أو بتركه فحينئذ لا تتعين الطاعة، لأن من قواعد الشريعة المحيطة بالأحكام أن الضرر منتف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره: لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث حسن، والفقهاء يشيرون إليه بقولهم: الضرر يزال. فإذا اشتمل فعل المباح أو تركه على إضرار بالابن لم تكن طاعتهما حينئذ واجبة. وحاصله أنه يجب امتثال أمرهما والانتهاء عن منهيهما ما لم تكن معصية على الإطلاق، وإنما يكون معصية إذا كان فيه مخالفة لأمر الله الواجب أو لشرعه المقرر. وفي هذا هما والإمام سواء، ويزيد فيهما تحريم ما يؤذيهما بأي شيء كان وإن كان مباحا، وبوجوب طاعتهما وإن كان ما يأمران به لحظ أنفسهما، بخلاف الإمام فإنه لا يأمر إلا ما فيه مصلحة المسلمين، ولا تجب طاعته في حق نفسه، ولا يحرم أذاه بمباح. والوالدان يحرم إيذاؤهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة السابقة ما يكون كالتأكيد لما سبق تأسيسه من التذكير بأن الأصل الكلي المتعلق بطاعة الوالدين أنه يجب امتثال أمرهما والانتهاء عن منهيهما ما لم تكن معصية على الإطلاق، وبين المعصية أنها المشتملة على مخالفة أمر الله الواجب أو شرعه المقرر. وأراد رحمه الله تعالى بالشرع المقرر أن يفضي ذلك إلى هجران شيء من الشريعة ولو
كان مستحبا. وهذا الذي قاله هو الذي أشار إليه الشاطبي مما يتعلق بوهن العبودية وفي ذلك قوة. ثم أعاد التنبيه على أن الوالدين مع الإمام في ذلك سواء، ويزيد فيهما من حق الوالدين تحريم ما يؤذيهما بأي شيء كان، وإن كان مباحا، وبوجوب طاعتهما وإن كان ما يأمران به لحظ أنفسهما، بخلاف الإمام فإنه لا يأمر إلا ما فيه مصلحة المسلمين، ولا تجب طاعته في حق نفسه، ولا يحرم أداه بمباح، لأن الأصل في نص الإمام طلب جمع مصلحة المسلمين. فإذا كان أمره متعلقا بهذا الأصل الذي نصب لأجله تعينت الطاعة، أما إذا كان متعلقا بحظ نفسه فحينئذ لا تجب طاعته في حق نفسه، ولا يحرم أداه بمباح راجع إلى أمره هو دون أمر المسلمين. والوالدان يحرم إذاؤهما هينا كان الأذى أو ليس بهين، خلافا لمن شرط في تحريم الأذى أن يكون ليس بالهين. فأقول يحرم إذاؤهما مطلقا إلا أن يكون إذاؤهما بما هو حق واجب لله، فحق الله أولى. فعلى ما قلته لو أمراه بطلاق امرأته ونحوه وجبت عليه طاعتهما. هذا الذي أعتقده وأرجو أنه حق إن شاء الله، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة تتصل بطاعة الوالدين، ومنها تولد التفصيل السابق وهو حرمة إيذاء الوالدين. وقد اختار رحمه الله تعالى أنه يحرم الإيذاء هينا أو ليس بهين، خلافا لمن شرط في تحريم الأذى أن يكون ليس بالهين كما اختاره ابن الصلاح والنووي. فإن جماعة من الفقهاء يرون أن الأذى الذي يحرم فعله فيما يتعلق بحق الوالدين هو الأذى العظيم الذي ليس بهين، أما ما كان دون ذلك فإنه لا يحرم وإن كان مكروها. ولهذا فإنهم لا يدخلونه في جملة عقوق الوالدين. والصحيح والله أعلم هو ما درج عليه المصنف من عموم أذيتهما بأي قول أو فعل، هينا كان الأذى أو ليس بهين، لأن الله عز وجل نبه بالأدنى على الأعلى فقال ولا تقل لهما أف، والأصل في النهي أن يكون للتحريم. فإذا كان العبد منهي عن أذيتهما بمجرد قول أف وهو من الأمور الهينة، فلا ريب أن ذلك مندرج كله في جملة الأذى الذي يحرم فعله. فيجب على العبد أن يحذر تمام الحذر إذاء والديه بأي شيء ولو كان هينا، لأنه من جملة المحرم، إلا أن يكون إذاؤهما بما هو حق واجب لله، فحق الله أولى، كما وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسعد بن أبي وقاص وغيره. فإن أذيتهما لآبائهم تعلقت بأمر أعظم وهو أمر الله عز وجل بالتوحيد وترك الشرك والكفر، فطاعة الله سبحانه وتعالى أولى من طاعتهما. ويتفرع من هذا أنه لو أمراه بطلاق امرأته ونحوه وجبت عليه طاعتهما، وهذا هو قول الإمام أحمد، واختاره جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا أمر الوالدان أو أحدهما الولد بطلاق امرأته وجبت عليه الطاعة، إلا أن الذي يفهم من كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أن ذلك مشروط بشرطين اثنين، أولهما صلاح الآمر بذلك من أب أو أم، والثاني أن يكون الأمر متعلقا بمصلحة الولد.
أما إذا كان الآمر منهما فاسقا ظالما أو لم يشتمل الأمر على مصلحة للولد بل قصد الإضرار به أو بغيره والتشفي بفعل ذلك فحينئذ لا تتعين الطاعة، وهذا أحسن أقوال الفقهاء في هذه المسألة فيما يظهر والله أعلم. نعم. ومن محاسن ما يروى في بر الوالدين وكنت أسمع أبي كثيرا ينشده ما ذكره أبو بكر الطرطوشي في كتاب بر الوالدين له أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي ينقص مالي وينفقه على عياله، فبكى الشيخ وقال وأي عيال يا رسول الله؟ ما هن إلا أمه وأختاه. وأنشأ يقول غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجري عليك وتنهل، إذا ليلة ضامتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنني لأعلم أن الموت دين مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها رجا ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، وسميتني باسم المفند رأيه وفي رأيك التفنيد لو كنت تعقل، تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالك تبخل، فلولا رسول الله أعظم تجاهه لأصبحت مسخوطا لدي تنكل، ولكن حلمي والحياء يصدني وجاه رسول الله أثنى وأجمل، حياتك هم ثم موتك فجعة وخيرك مزوي وشرك مقبل. فرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنت ومالك لأبيك، انتهى. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة اللطيفة بذكر هذه القصة المشتملة على شكاية أب لما بدر من ابنه تجاه ما يجب عليه من طاعته والإحسان إليه. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف قد رواه الطبراني في المعجم الأوسط والصغير والبيهقي في دلائل النبوة في سند لا يصح، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد هذا حديث منكر. وهذه الأبيات تعرف من شعر أمية بن أبي الصلت الشاعر الجاهلي، فقد ذكرها منسوبة إليه جماعة منهم صاحب الحماسة والراغب الأصفهاني في كتاب المفردات وذكر طرفا منها، وهي من محاسن الشعر التي ينبغي حفظها مما يتعلق بمنزلة الولد من الوالد. وآخر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يروى من حديث جماعة من الصحابة، وهو حديث أقل أحواله أن يكون حسنا إن لم يكن بمجموع ما روي له من الطرق حديثا صحيحا. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.